السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم على الـ internal structure of the cerebral hemisphere. الـ internal structure of the cerebral hemisphere عبارة عن white matter، يعني nerve fibers embedded في الـ white matter ده gray matter، والـ gray matter ده كل كتبي مع بعضه بيعمل حاجة اسمها basal ganglia. احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على basal ganglia، وهناخد one type of the white matter، لأن white matter types زي ما تعرفوا بعد كده. هناخد ال internal capsule. مطلوب مننا نعرف ايه؟ نعرف نعمل اسماء البيزك جانجلا، نعملها enumeration وديسكشن with regard لل relation بتاعتها. تاني حاجة إن احنا نعمل description لل internal capsule، نبقى عارفين ال parts بتاعته و list ال fibers في كل part منه. كمان نعرف ال blood supply of the internal capsule، يعني نعرف ال blood vessels اللي هتعمل تغذية لكل part. نبدأ بالبيزال جانجليا. البيزال جانجليا زي ما اتفقنا هي عبارة عن gray matter embedded in the cerebral hemisphere. هي functionally related للإكسترا بيراميدال سيستم. تعالوا نعمل enumeration للبيزال جانجليا. البيزال جانجليا عندنا الانتيفورم نيوكليوس، الكوديت نيوكليوس، والأميجدالويد نيوكليوس. هنبدأ نتكلم على الكوديت. الكوديت نيوكليوس شكلها زي ما انتم شايفين كده كومان شيب، يعني بالاخضر ده. كودا يعني تيم، هي اسمها كوديت. على قد دلوقتي هي اجزاءها ليها هيد وليها بودي وليها تيل، تمام. وقت التيب اوف ذا كوديت تيل هتلاقي فيه الاميجدالويد نيوكليوس. الريليشن of the codeate nucleus، المفروض ان احنا نعرف الريليشن لكل بارت من الكوديت، الهاد لوحده والبودي لوحده والتيل. قبل ما نتكلم على كل بارت لوحده، تعالوا نشوف in general هي ايه الستراكشر اللي ريليتد للكوديت. عندنا الهاد والبودي والتيل اهو. اول ستراكشر عندنا الثالاموس. الثالاموس لما نيجي نشوفها ايه الريليشن بتاعتها للكوديت، هنا بوستيريور للهاد اوف كوديت، وبالنسبة للبودي ميديالي، الثالاموس ميديال للبيزال جانجليا دايركتد ميديالي. وطبعا كل ده البيزال جانجليا دي كلها امبيدد انسايد السريبرال، مش حطيناها في الدياجرام هنا، بس حطيناها كده سوبرفيشال عشان احنا عايزين نشوف الريليشن، تمام. لكن طبعا هي امبيدد انسايد السريبرال هيمسفير. ده أول حاجة. تاني حاجة اللاترال فنتريكل. اللاترال فنتريكل هيبقى برضه ريليتد ليه الكوديت، زي ما احنا عارفين ان هو ليه anterior wall وليه central part و posterior wall و inferior wall. الهيد واضح ان هي هتبقى related ليه anterior wall، البودي related لل central part عن الفلور بتاعه، والتير related للinferior wall في الروف بتاعه، تمام. واضح ان posterior wall ملوش مكان في الريليشن. بعد كده عندنا ما بين اللينتيفورم وما بين الثالاموس بيطلع فايبرز كده. الفايبرز دي طالعه للكورتكس او نازله من الكورتكس، تمام. عباره عن ascending و descending fibers، جزء من الوايت ماتر اوف ذا سيريبرال. اسمها ايه الفايبرز دي؟ اسمها internal capsule. احنا ان شاء الله نتكلم عليها كمان شويه. واضح ان في intimate relation ما بين internal capsule وما بين البيزال جانجلي، عشان كده احنا هناخدهم مع بعض النهارده ان شاء الله. ال internal capsule لما ابص كده هو ما بين اللينتيفورم والثالاموس، يعني هو ميديال لللينتيفورم ولاترال للثالاموس، تمام. طب وبالنسبه للكوديت لاترال ليها اهو، تمام، لاترال للبودي ولاترال للهيد. ممكن اقول بالنسبه للهيد ان هو كمان البوستيريور دايركشن، فاقول ان هو بوسترو لاترال تو ذا هيد. اتفقنا. الهيد اوف كوديت هنلاقيها ان هي كونكتد مع اللينتيفورم نيوكليوس بباندس اوف جراي ماتر. جراي ماتر كده عامل كونكشن للهيد مع اللينتيفورم، الهيد اوف كوديت مع اللينتيفورم نيوكليوس. الكونكشن دي اكروس ايه؟ اكروس الانترنال كابسول،
تمام. طيب الكونكشن دي تدي سترايتد ابييرنس للانترنال كابسول في المكان ده، الجزء من الانترنال كابسول اللي هنا والانتيريور لامب بتاعه زي ما هنعرف بعدين، عشان كده يسموه الهيدوس كودين مع الانتيفورم كورباس سترايتد نتيجه للسترايتد ابييرنس. تمام، كورباس يعني جسم سترايتد هو استرايتد. تعالوا نتفق على حاجة كمان، at the base of the brain تلاقي فيه مكان كده perforated كده مخرم، ال perforated part ده يسموه anterior perforated substance، anterior perforated substance. perforated بإيه؟ المكان ده بتعدي منه ال blood vessels اسمهم striate branches. تمام، الستريت برانشز دي بتعدي منه علشان تعمل سبلاي للسنترال او الانترنال ستراكشرز اوف ذا سيريبرال هيمسفير. تمام، اسمهم ايه؟ اسمهم ستريت برانشز. هما برانشز منين؟ من الانتيريور سيريبرال ومن الميدل سيريبرال اورتر. واحنا البلاس سبلاي ده هيتناقش بعد كده، هناخده قدام ان شاء الله. طيب انا عندي هنا اهوت فوق الانتيريور بيرفوريتد سابستنس، يعني انت من البيت كده لو فتحت وشلت الانتيريور بيرفوريتد سابستنس هتلاقي ايه على طول؟ هتلاقي الهيد اوف كوديت اباف. تمام، الهيد اوف كوديت، يبقى الهيد اوف كوديت موجوده اباف الانتيريور بيرفوريتد سابستنس. طب تعالوا على الدياجرام بتاعنا الاولاني. الانتيريور بيرفوريتد سابستنس المفروض ان هي ذا بيز اوف ذا برين، احنا مجازا هنحطها كده بس على الدياجرام بتاعنا. انتيريور بيرفوريتد سابستنس اهي اباف ايه؟ تمام، هيبقى في الهيد اوف كوديت. خلاص الهيد اوف كوديت اهي، يبقى inferior relation للهيد اوف كوديت هي anterior perforated substance. الهيد اوف كوديت لما تيجي تبص عليها هتلاقيها عملت fusion انتو inferior كده مع اللينتيفورم نيوكليس، يعني هما مش منفصلين عن بعض بالكامل، هم هنا عملوا fusion مع بعض. الفيوجن ده of the head اوف كوديت مع اللينتيفورم موقعه فين؟ موقعه برضو above الانتيريور بيرفوريتد سابستنس. تمام، يبقى فوق الانتيريور بيرفوريتد سابستنس هلاقي الهيد اوف كوديت واللينتيفورم والفيوجن بتاعها. تمام، في ستراكشر تاني برضو يبقى ريليتد للكوديت، حاجه اسمها سترايا تيرمينيت. الاميجدالويد زي ما اتفقنا الاميجدالويد نيوكليس دي موجوده at the tip of the كوديت tail، خارج منها فايبرز، الفايبرز دي اسمها سترايا تيرمينالز. السترايا تيرمينالز ماشيه along الميديال اسبيكت اوف ذا تيل والميديال اسبيكت اوف ذا بودي اوف كوديت نيوكليس. تمام كده؟ طيب عشان تنتهي فين؟ ينتهي فين الكورس بتاعها؟ ينتهي هنا في الانتيريور بيرفوريتد سابستنس. تمام كده؟ يبقى السترايا تيرمينالز ميديال ريليشن تو ذا تيل اوف كوديت وميديال ريليشن للبودي اوف كوديت. طب تعالوا نشوف كمان الريليشن لحاجه اسمها كوربس كالوزا. ده الميديال سيرفيس اوف السيريبرال هيمسفير. الميديال سيرفيس اوف السيريبرال هيمسفير هتلاقي عليه الماس دي، الماس دي هي جزء من الوايت ماتر اوف ذا سيريبرال هيمسفير. الوايت ماتر ده بيعمل كونكشن للتو سيريبرال هيمسفير توجذر. تمام، اسمه ايه ده؟ اسمه كوربس كالوزا. الكوربس كالوزا هي بودي، الجزء ده اللي هو ماشي بالعرض ده بنسميه الترانك او البودي اوف كوربس كالوزا. تمام، الجزء الابيض. تمام، ده اسمه بودي اوف كوربس كالوزا. طيب البودي اوف كوربس كالوزا تمام هيبقى ايه الريليشن بتاعته للكوديت نيوكليس؟ دي الكوديت اهي هات، وهنا البودي طبعا هي المفروض انسايد السريبروم. تمام، لكن طبعا حطيناها هنا بس عشان نشوف الريليشن. طب ايه رايكم البودي اوف كوربس كالوزا ايه الريليشن بتاعته للكوديت؟ بالنسبه للهيد اقدر اقول انه الكوربس كالوزا بودي اباف ذا هيد، وبالنسبه للبودي بيلو ذا بودي. تمام، احنا كده عرفنا الاستراكشرز كلها اللي هي ريليتد لل البيسال جانجليا في المقام الاول طبعا الكوديت اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. فتعالوا بقى نقول الريليشن لكل بارت اوف كوديت نيوكليس. بالنسبه للهيد هتبقى ريليتد لايه؟ للانتيريور هوم اوف لاترال فنتريكل. هو الريليشن بتاعته ايه ليها؟ ميديال للهيد اوف كوديت، هي عامله لاترال باوند بتاعه، يبقى ده ميديال ريليشن. الانترنال كابسول لاترال اند بوستيريور، يعني بوستو
lateral للهيد اوف كوليد، انهي جزء من الانترنال كابسول الانتيريور ليب. هناخد بعد كده الصلامس، اتفقنا انها بوستيريور. الانتيريور بيرفوريتد سبستانس انفيريور ريليشن، ومن مين بقى سوبيريور ريليشن؟ لسه في الدياجرام اللي فات اللي هو الكوربس كالوزم بودي. ها البودي اوف كوديت، البودي اوف كوديت ريليتد لاني جزء من اللاترال فنتريكل السنترال بورت، هي عامله ايه الفلور تمام اوف ذا سنترال بورت، يبقى ده كده سوبيريور ريليشن. طب الانترنال كابسول اهو لاترال لي البودي اوف كوديت، ها لاترال ريليشن. الثالاموس والاستريا ترمينالز زي ما اتفقنا دولك ميديال ريليشن تو ذا بودي. طب مين inferior relation؟ زي ما قلنا مين؟ البودي اوف كوربس كالوز. التيل related لي الانفيريور بون اوف لاترال فنتريكل، طبعا هي عامله الروف بتاعه زي ما اتفقنا، يبقى هو inferior relation. related لي الاستريا ترمينال، الاستريا ترمينالز قلنا انها running along ايه؟ along الميديال aspect of the tail، دي الميديال relation. كده احنا عرفنا الباوس و relations of the caudate nucleus. تعالوا نعرف ال lentiform nucleus. ال lentiform nucleus الشيب بتاعها باي كونفكس هيلز، باي كونفكس هيلز زي عدسة محدبة الوجه، يعني ليها وجهين محدبين كونفكس. طيب lentiform هنا ده عشان اشوف الوجهين دول يفضل ان انا ادرس البرين بتاعي هوريزونتال سيكشن واشوفه احسن. انا عندي الثالاموس اهي والانترنال كابسول تمام، هاخد خط كده هنا يمر من خلال البيزال جانجليا والثالاموس عشان اشوف اللينتيفورم النيوكليوس في هوريزونتال سيكشن. نبص هنا كده الدياجرام بتاعنا اهو، ده الهيمسفير في هوريزونتال سيكشن وهنا الاكس. تعالوا نرصد كل حاجة اللاين بيقطعها، اللاين بيقطع لي ايه؟ رقم واحد ده دي الهيد اوف كوديت، تمام؟ ايه دي الهيد اوف كوديت، رقم اتنين وراها على طول الثالاموس، اهي مش الثالاموس كان بوستيريور ريليشن للهيد؟ لاترال ليهم رقم تلاتة اللينتيفورم، تمام؟ وطبعا ما بين الكلام ده كله ما بين اللينتيفورم والهيد اوف كوديت والثالاموس هنلاقي الانترنال كابسول ايه؟ طول. طيب واضح كده ان اللينتيفورم ليها تو كونفكس سيرفيسز، ادي واحد اهو وهو الميديال سيرفيس، ميديال سيرفيس انا نشوف كده هايلي كونفكس وريليتد لي الانترنال كابسول. بعد كده في اللاترال سيرفيس اهو، اللاترال سيرفيس كونفكس برضو بس مش زي الميديال. اللاترال سيرفيس هيبقى ريليتد لايه؟ هنلاقي في ماس اوف جراي ماتر، الماس دي اسمها كولوستر، اسمها ايه؟ كولوستروم. ريليتد للكولوستروم بس باليتد منها ما بين كده هنلاقي فيه فايبرز وايت ماتر كده نيرف فايبرز، الفايبرز دي بيسموها اكسترنال كابسول، اكسترنال كابسول تمام. اكسترنال كابسول ده عباره عن ايه؟ دي عباره عن فايبرز ما بين الكوربس ترايتا والكورتكس، عباره عن كورتيكوس ترايت فايبرز تمام. لاترال لي الكلوسترم هنلاقي فيه نيرف فايبرز تانية موجودة برضو بيسموها اكستريم كابسول، اكستريم كابسول ما بين كده الكلوسترم والايه والانسولا. ده بيعمل ايه؟ ده الفايبرز دي بتعمل كونكشن للكلوسترم مع الانسولا ومع الفرونتال والتمبورال نيرفز. دي كده السيرفيسز والريليشنز اوف ذا لينتيفورم. تعالوا نشوف اجزاء اللينتيفورم. اللينتيفورم مقسومة بي باند اوف وايت ماتر بيسموها لاترال ميدالري لامينا، بتقسم اللينتيفورم نيوكليوس الى لاترال بورت وميديال بورت او اوتر وانر بورت. الاوتر بورت اسمه بيوتامين تمام، والانر بورت اسمه جلوبس باليدس، جلوبس باليدس. الجلوبس باليدس هي نفسها هتتقسم تاني ب باند تانية من
نيرف فايبرز يسموها ايه؟ ميديان مدلري لامينا، تقسمها الى ميديا بورت ولاترال بورت. تمام كده، دي البورتس اوف اللينتيفورمي نيوكليس. كده احنا عرفنا الريليشن والسيرفيسز والبورتس اوف اللينتيفورم. الكلام بقى اللي جاي بعد كده مش هيكون جديد، لان الاميجدالويد نيوكليس احنا عرفنا انها موجوده at the tip of the tail of cotid nucleus، ان خارج منها fibers اسمها stria terminalis ماشيه along the medial side of the tail and medial side of the body of cotid nucleus، وبتنتهي في anterior perforated substance. الحاجه زياده بس اللي هنقولها ان الاميجدالويد نيوكليس غير الكوربس striatum، احنا قلنا انه اللينتيفورم و البيزال اللينتيفورم والكوديد هما جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم. الاميجدالويد لا، هي جزء من اللمبيك سيستم. اللمبيك سيستم ده مسؤول عن الميموري، عن الايموشن، عن الفيزوال فانكشن، فطبعا فانكشن مختلفه تماما عن الاكسترا بيراميدال. الكلوسترام برضو ما فيهوش كلام جديد، احنا اوريدي قلنا مع ريليشن اوف اللينتيفورم، عباره عن سين نيس اوف جري ماتر لاترال اللينتيفورم، مفصول منها بالاكسترنال كابسول ومفصول من الانسولا بالاكستريم كابسول. تمام، الفانكشن بتاعته ايه؟ احنا قلنا الاميجدالويد ريليتد لمبيك سيستم والكوربس سترايتم ريليتد الاكسترا بيراميدال سيستم. الكلوسترام مش معروف الفانكشن، تمام، unknown function. كده احنا خلصنا البيزال جانجليا، هنبدا ان شاء الله دلوقتي نكمل ونبدا في الانترنال كابسول. السلام عليكم، اتكلمنا في الجزء الاول على البيزال جانجليا، هنتكلم دلوقتي على الانترنال كابسول. زي ما اتفقنا الانترنال كابسول ده جزء من الوايت ماتر أو السيريبرم سفير، هو عبارة عن سيك لامينا وايت ماتر في السيريبرم، إن ده كورونر سيكشن في السيريبرم والبرين ستيم هنا البونز والمدلة، وتحت هنا ده السباينال كورد. الفايبرز دي عبارة عن ascending fibers and descending fibers to and from the cerebral hemisphere. الفايبرز دي بيقول عليها projection fibers. يعني ايه البروجكشن فايبرز؟ هي الفايبرز اللي عامله كونكشن للسيريبرال كورتكس ويز سب كورتيكال نيوكليوي، يعني مثلا ما بين السيريبرال كورتكس والثلاميك نيوكليوي، ما بين السيريبرال كورتكس والبرينستيم نيوكليوي. تمام، دي نقول عليها بروجكشن فايبرز، سواء كانت طالعه للسيريبرم او نازله. والفايبرز دي كلها متجمعه في ايه؟ في الانترنال كابسول. هنا دي تي دي السالاموس و لاترال دي اللينتيفورم اهي، طبعا الانترنال كابسول طالع ما بينهم، احنا عارفين الكلام ده من الفيجر دياجرام دوت. دي اللينتيفورم اهي والهيد اوف كوديت والبودي والتيل، هنا السالاموس، وعرفنا الانترنال كابسول كان طالع كده ما بين اللينتيفورم والسالاموس والكوديت ميديا واللينتيفورم لاترال. فيبقى اللاترال ريليشن بتاعتنا اللينتيفورم نيوكليس، ميديالي هلاقي في مين؟ هلاقي السالاموس والبودي اوف كوديت نيوكليس، انترو ميديالي هلاقي الهيد اوف كوديت، زي ما اتفقنا انه الهيد اوف كوديت هي طبعا ميديال ولكن هي مور انتيريور، فهي انترو ميديال للانترنال كابسول. الانترنال كابسول كذلك بالنسبه للهيد اوف كوديت كان ايه؟ بوسترو ولاترال. دي كده الريليشن of internal capsule. خلونا عشان نشوف الشيب of the internal capsule، زي ما عملنا درسنا اللينتيفورم في horizontal section ندرس برضو ال internal capsule في horizontal section. لما اجي ابص على ال horizontal section بتاعنا ال internal capsule هلاقي شكله ايه؟ هلاقي شكله كده V shape. ال concavity بتاعته directed laterally toward ال lentiform nucleus، هي marked ب orange curve. أجزاء الانترنال كابسول إيه؟ ندرسها في نفس السكشن ده. أول حاجة هو ليه تو لمبس وجينيوم، ليه طرفين وركب، ليه anterior limb اللي هو ما بين
الهيد اوف كوديت واللينتيفول، بنقول عليه انتيريور لين. وليه جينيو اهي الركبه اهي الجزء ده، طبعا ده ما بين الهيد اوف كوديت والثالاموس واللينتيفول. وبعدين في بوستيريور لين. البوستيريور لين ثلاث اجزاء، اول جزء اللي احنا شايفينه ده ما بين الثالاموس واللينتيفول، بيسموه باساميه بيسموه سلامو لينتيكولار بارت، سلامو لينتيكولار بارت. لو عارفين كان في تو ميسز كده ريليتد للثالاموس اسمه ميديال تو اند لاترال جينيكوليت بودس، ميسز ايه جري ماتر تو نيوكليولوجي. ميديال اند لاترال جينيكوليت بودي، الميديال واللاترال جينيكوليت بودي دول هيبقى ليهم علاقة بالجزئين اللي جايين من البوستيريور لامب اوف انترنال كابسول. احنا عندنا جزء خارج من الميديال جينيكوليت بودي وماشي تحت اللينتيفورم نيوكليوس، فعشان هو تحت اللينتيفورم يسموه سب لينتيكولار بورت، هو رقم اتنين ده سب لينتيكولار بورت. وفي جزء تاني خارج من اللاترال جينيكوليت بودي تمام وماشي ورا اللينتيفورم نيوكليوس، مش تحتها وراها behind it، فيسموه ريترو لينتيكولار بورت، هو رقم ثلاثة. يبقى دي أجزاء البوستيريور ايه؟ سلامو لينتيكولار سب اند ريترو لينتيكولار. عايزين نعرف الفايبرز اللي طالعة في الانترنال كابسول. الفايبر كونتنت ذا انترنال كابسول هندرسها في كل جزء لوحده، نشوف كده الانتيريور لمب ايه الفايبرز اللي موجودة فيه. أول حاجة هنلاقي فيه فايبرز خارجة من الثالاموس وراحة للكورتكس. الفايبرز اللي خارجة من الثالاموس وراحة للكورتكس in general بتعمل حاجة اسمها thalamic radiation، واحنا عندنا 4 thalamic radiation. يبقى الثالاموس الفايبرز اللي خارجة منه وراحة للكورتكس عاملة حاجة اسمها thalamic radiation، اللي هما أربعة anterior و superior و posterior و inferior تمام. فاحنا عندنا هنا دول الأربعة راديشن هيتوزعوا على أجزاء الانترنال كابسول. أول جزء عندنا اللي هو الأنتيريور سلاميك راديشن. الأنتيريور سلاميك راديشن دوت خارج منين؟ من الأنتيريور والدورزوميديال نيوكلياي أوف ذا ثالاموس، عشان يروح يعمل بروجيكشن فين؟ في السيريبرال كورتكس. الفايبرز اللي خارجة من الأنتيريور نيوكليس هتروح على السنجيوليك جايروس، واللي خارجة من الدورزوميديال هتروح على الفرونتال أسوشيشن كورتكس تمام. بعد كده هنلاقي فيه فرونتو بونتاين فايبرز. خد بالك احنا كان فيه فايبر اسمها كورتيكو بونتاين جاي من السيريبرال كورتكس بكل اللوبس وراح على البونتاين نيوكليوي في اللوبس. الفايبرز دي برضو فيه فايبرز جاي من فرونتال، هيبقى فيه فرونتو بونتاين وتمبرو بونتاين وبرايتو بونتاين واوكسيبيتو بونتاين، فهتتوزع برضو على اجزاء الانترنال كابسول. فاول حاجه اول جزء هنلاقيه منها في الانتيريور ليب هي الفرونتو بونتاين فايبرز تمام كده. يبقى الانتيريور لمب فيه انتيريور ثلاميك وفرانكو بوت. الجينيو هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي فيه جزء من البيراميدال سيستم تمام، جزء من البيراميدال سيستم هي الفايبرز اللي راحه للكرينيال نيرف نيوكليو، اللي هي كان اسمها ايه التراكتس بتاعته؟ كان اسمها كورتيك وبالبر تراكتس. عندنا فيه ميديال ولاترال كورتيك وبالبر تراكتس، دول موجودين في الجينيو. البوستيريور لمب اول حاجه هنشوف السلامو لينتيكولار بورت. السلامو لينتيكولار بورت هنلاقي فيه جزء تاني من السلاميك راديشن اللي هي السوبيريور سلاميك راديشن. السوبيريور سلاميك راديشن بتخرج من الانتيريور واللاترال والبوستيريور فنترال نيوكليوي اوف ذا ثالاموس، وتروح تعمل بروجكشن فين؟ تعمل بروجكشن في الموتور والبري موتور كورتكس بالنسبه للانتيريور واللاترال فنترال نيوكليوي، والبوستيريو فنترال نيوكليوي فايبرز اللي هتخرج منها هتروح تعمل بروجكشن في السوميتو سنسوري كورتكس تمام. هلاقي جزء كمان من الكورتيكو بونتاين فايبرز اللي جايه من البارايتال لوب، بارايتو بونتاين فايبرز. وهنلاقي اكسترا بيراميدال فايبرز جاي من الكورتكس وراح على الريت نيوكليوس، هنلاقي فيه الفرونتو روبرال فايبرز من الفرونتال لوب للريت نيوكليوس فرونتو روبرال. وهنلاقي بقيه البيراميدال سيستم بقى ايه اللي هو الكورتيكو سباينال تريكت،
خلاص يبقى الكورتيكو بالبر كان في الجينيو، اما الكورتيكو سباينال موجود في الانتيكيلو ثلاميك بارت. دي الفايبرز اللي موجوده في البوستيريور في السلام والانتيكيلر بارت اوف ذا بوستيريور لين اوف ذا انترنال كابسول. السابلنتيكولار بورد، السابلنتيكولار بورد الفايبرز اللي هتمشي فيها هتيجي من البالفينر، دي هي النيوكليس موجودة في البوستيريور بورد اوف ذا ثالاموس، وهتيجي من الميديان جينيكولي بوكس، الفايبرز هتخرج من هنا. الفايبرز دي هتعمل اول حاجه فيها هتعمل حاجه اسمها انفيرو ثلاميك راديشن، فايبرز هتخرج من الميديا جينيكليك بودي تمام عشان تروح للتمبورال لوب تعمل ايه بروجيكشن في الاوديتوري كورتكس، ده جزء من الاوديتوري باسورد تمام. مع الفايبرز دي هتمشي فايبرز جايه من البالفينر اوف ذا ثالاموس علشان تروح فين؟ تروح على الاوديتوري اسوشيشن ايريا، تروح على الاوديتوري اسوشيشن ايه ها البالبنر من اسوشيشن اي نيوكليو، يبقى دول كده رايحين على الاوديتوري كورتكس والاوديتوري اسوشيشن خلاص. يبقى انا هلاقي عندي هنا مين؟ الانفيريور ثلاميك راديشن. هلاقي فيه كمان مش هو ده رايح على التمبورال لوب، يبقى اني جزء من الكورتيكو بونتاين يبقى موجود هنا؟ يبقى هلاقي فيه تمبرو بونتاين فايبرز تمام. يبقى الاقي الانفيريو سيراميك راديشن و التمبرو بونتاين فايبرز. البوستيريور لمب بقى اخر حاجه فيه الريترو لنتيكولار بورد، الريترو لنتيكولار بورد الفايبرز اللي هتمشي فيه هتبقى جايه من البالفينر برضو بس مع مين؟ اللاترال جينيكولي بودي تمام. الفايبرز هتخرج من اللاترال جينيكولي بودي تمام، وهتروح على ال على الاوبتيك على الفيجوال كورتكس تمام. دي بتعمل حاجه اسمها بوستيريو سيراميك راديشن او اوبتيك راديشن. هيمشي معاها فايبرز من البالفينر، من الفايبرز اللي جايه من البالفينر دي هتروح على الاوكسيبتال برضه، لكن هتروح تعمل بروجيكشن في مين؟ في الفيجوال اسوشيشن تمام. زي ما قلنا في الصب الانتيكولار بورد هي راحت على الاوديتوري اسوشيشن، هنا هتروح على الفيجوال اسوشيشن تمام. ده كده ده البوستيريو اي ثلاميك راديشن. يبقى البوستيريو ثلاميك راديشن فايبرز من اللاترال جينيكيوليت ومعاها فايبرز من البالفينر جوينت، كل واحده منهم راحه لمكان. هلاقي بعد كده جزء من الكورتيكو بونتاين اللي هو مين؟ اوكسيبيتو بونتاين فايبرز، وممكن الاقي معاه سانجرايتو بونتاين تمام. هلاقي فايبرز برضو جايه من الاوكسيبيتال لوب راحه للتكتم اوف ذا ميد برين اللي هي اوكسيبيتو تكتم فايبرز. التكتم المفروض ان هو بيجي له فيجوال انفورميشن، فالفيجوال انفورميشن دي هتجي له من خلال الاوكسيبيتو تكتم فايبرز تمام. ده الفايبر كونتنت في ال posterior limb of internal capsule. البلاس سبلاي اوف ذا انترنال كابسول، البلاس سبلاي بيجي من الارتري اسمه internal carotid. الانترنال carotid ده بيتقسم الى anterior cerebral و middle cerebral، دول عشان يغذولي ال cerebral hemisphere تمام، anterior and middle cerebral. وبيتي برانش اللي راجع لورا ده اسمه anterior choroid تمام كده. اللي هيعمل سبلاي دايركت كده سبلاي دي ال internal limb، وهما التلات برانشات دول اللي جايين من ال internal cortex تمام. ال anterior cerebral وال middle cerebral هيغذوا من خلال برانشات هما هيبدوها تخترق السريبرال هيمسفير عشان توصل للانترنال كابسول وتعمل له سبلون. اسمها ايه البرانشات دي؟ سنترال برانشز او هنسميها او سترايد برانشز تمام. سنترال برانشز او سترايد برانشز. الانتيرو سريبرال بيديني هنا ده اهو ميديال سترايد برانشز، والميدل سريبرال هيديني لاترال سترايد برانشز تمام كده.
نمسك جزء جزء من الانترنال كابسول ونشوف الفيزلز دي هتعمله سبلاي ازاي. الانتيريور هاف اوف ذا انتيريور لامب اوف انترنال كابسول، النص الاولاني من الانتيريور لامب، النص الامامي ده هياخد من الانتيريور سيريبرال من خلال الميديال سترايد. البوستيريو بارت اوف ذا انتيريور لامب الجينيو والبوستيريو لامب معظمه هياخد من الميدل سيريبرال من خلال اللاترال سترايد برانشز، هي دي هتخترق الايه هتعدي من خلال الانتيريور بيرفوريتد سبستانس عشان تعمل سبلاي. بعد كده السب لنتيكولار والريترو لنتيكولار والبوستيريو بارت اوف ذا بوستيريور لامب هياخد من الانتيريور كورويد. تمام كده. زي ما احنا شايفين كده كل جزء من الانترنال كابسول كان فيه فايبرز معينه وكل جزء منه ليه سبلاي فيزل مختلف، وبالتالي لما لو حصل مشكله في فيزل، حصل له اوكلوجن او اتقفل، هيحصل مانيفستيشن حسب الايه، حسب الجزء اللي هو بيعمله سبلاي. تمام، لان كل جزء ليه بلاس سبلاي مختلف وكل جزء فيه فايبر كونتنت مختلف. كمان كده فور اكزامبل احنا عندنا في اكبر واحد من اللاترال سترايد برانشز اسمه تشاركوت ارتري، ده اكبر واحد من اللاترال سترايد برانشز، بيبقى ماشي along the lateral part of the posterior limb of internal capsule. تمام. فلو حصل اوكلوجن في الارتري دوت هتبقى ايه المانيفستيشن؟ ايه احنا عندنا في الكورتيكو سباينال تراكت موجود في البوستيريو لم، وفي سوبيريو ثالاميك راديشن موجود. تمام، كل ده واخد سبلاي من الميدل سيريبرال. تمام، وانا عندي تقفل للتشاركوت واحد من الميدل سيريبرال برانشز، السنترال برانشز بتاعته. فعندنا المانيفستيشن اهو، يعني الكورتيكو سباينال تراكت اتقفل او حصل له ليجن يعني، فنتيجة كده بيحصل باراليزس، بيحصل شلل في عضلات النصف المخالف من الجسم الكونترالاترال، يعني الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي. تمام، لان البرامينال تراكت بيعمل كروسنج. تمام، فلو هو في الناحية اليمين يبقى هيحصل شلل في الناحية الشمال وهكذا. وبرده السوبيرو ثالاميك راديشن لو فاكرين ده كان جاي من الفنترال ايه، من الفنترال نيوكليوي اوف ذا ثالاموس. الفايبرز بتاعت البوستيريور فنترال نيوكليوس دي كانت بتروح على السوماتو ايه سنسوري كورتكس، يعني هي شايل سنسيشن. تمام، فلو حصل برضو ليجن للسوبيريور ثالاميك راديشن نتيجه الاوكلوجن للتشاركو ارتري، تمام، يبقى النتيجه يحصل ايه، فقدان للاحساس بالسنسيشن في الاوبوزيت ايه، في الاوبوزيت سايد اوف ذا، نفس الفكره برضو ان في كورس. تمام، فكرة بقى ان الباراليزس ابر موتور نيرون ان شاء الله انت هتاخده يعني الليجن بالتفصيل ان شاء الله في المرة الجاية. فهي فكرة ابر موتور نيرون ان الافكشن على التراكت، لو الافكشن على البريفرال نيرف او بدايتها من الانتيريور هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد بنقول عليه لور تراك لور موتور نيورون، لكن طالما التراكس هي اللي افكتد تمام يبقى ده بنقول عليه ابر موتور نيورون. الكلام ده هتعرفوه اكتر تفصيل. احنا يهمنا بس النهارده ان احنا نفهم فكره ان السباينال ان الانترنال كابسول ليه ديفرنت بلاس سبلاي ديفرنت بارتس بتاعته، ف وليه فايبر كونتنت في ديفرنت بارتس بتاعته، برده كل بارت فيه فايبر كونتنت، فحسب الاوكلوجن ديزل هيأثر لي على لمب معين او جزء معين، واكوردنج للفايبر كونتنت هتحصل المانيفستيشن. اخر حاجه عايزين نتكلم عليها الكورونا رادياتا. الكورونا رادياتا دي عباره عن انه الفايبرز، احنا قلنا الانترنال كابسول عباره عن اسندنج وديسندنج فايبرز، فالفايبرز اوف انترنال كابسول الاسندنج للسيريبرال كورتكس بتسيب الانترنال كابسول وتعمل فانج وهي رايحه على السيريبرال كورتكس، والفايبرز اللي نازله من السيريبرال كورتكس او الديسندنج فايبرز برده هيبقى ليها نفس الارنجمنت، عامله كده ايه برده فانج، هي نازله وراها على الانترنال كابسول. الفانج ارنجمنت دي فايبرز وهي رايحه في السيريبرال كورتكس دي بنسميها كورونا راديتا. كورونا راديتا المنظر ده دي الكورونا راديتا. لو شفناها في ساجيتال سيكشن كده انا عندي اهو الانترنال كابسول اهو،
ودي الكورونا راديات، اهي الفايروس عامله راديشن اهي بخيلنج. تمام، كورونا يعني كراون. تمام، فهي بيشبهوها زي ايه، الراديانت كراون اللي هو بيبقى الارنجمنت بتاعته زي ايه، الصن ريز كده. ده شكل تاني ليه الكورونا راديات اهو، دايجرام تاني ليها يعني. من ايزر سايد الفايبرز اسينتنج اللي هي عاملها فيننج، والتستنج برضه نفس الاورينتيشن. خلاص، احيانا بقى بيدوها تشبيه تاني ان هي زي باقه الورد، فالورد اهو هنا وبينزل يتجمع هنا في الانترنال كبسول، الرابطه بتاعه الباقه يعني هنا ايه في الانترنال كبسول. تمام كده، كده احنا خلصنا درسنا النهارده. شكرا جزيلا.